عاوز اتكلم الاول ان حسام حسن خدع الاهلي. حسام حسن خدع كولر. خدع كولر وخدع الاهلي. ليه؟ لان حصل مكالمة تليفونية ما بين كولر وحسام حسن. كولر اتكلم مع العميد قال له ان احنا عندنا ماتش سيمبا ومش عاوزين لعيبة الاهلي يلعبوا المباراة ليه تعتبر النهاية بتاعت النهاردة يعني. عشان الاهلي هيسافر فجر اليوم. النهاردة لعيبة الاهلي هتخرج من ملعب العاصمة على المطار. مش هيروحوا بيوتهم. رايحين على طول على المطار. فكان في توجه من الاهلي وكولر كلم حسام عشان يحرجه اني عاوزين اللعيبة ما تلعبش. ولكن حسام حسن وانا الكلام ده معلومات يعني. حسام حسن وافق كولر وهو بيكلمه وقال له اوكي مفيش مشاكل وانا ما عنديش مشكلة حاضر نريح لعيبة الاهلي وكلام من هذا القبيل. وتاري حسام حسن بينيم كولر وبينيم الاهلي وبينيمنا جميعا. وبيصر النهاردة ان لعيبة الاهلي تلعب المباراة للاخر. بل كمان والتغييرات النهاردة كوكا نزل وتغييرات يعني اكرم يخرج وكوكا ينزل. فانت مش همك. مش همك اهلي. هل انت كزملكاوي سعيد؟ اه. طيب لو انت مصري، لو انا مصري واحنا اكيد كلنا مصريين، عاوز حسام ما يهموش الاهلي، عاوز حسام ما يهموش الزمالك، عاوز حسام يهمه مصر. فالنهارده حسام جمهور الزمالك هاجمه عشان ما خدش لعيبه كتيره من الزمالك. وانا رايي الشخصي وجمهور الزمالك بيزعل مني، ولكن انا مشكلتي مع جمهور الزمالك ان جمهور الزمالك عاوز حد بيتكلم في السوشيال ميديا عمال على بطال يدافع عن الزمالك بالحق وبالباطل. انا لا، يعني انا مش هدافع عن الزمالك بالباطل. يعني انا شايف ان لعيب او اتنين كان ممكن تاخد فتوح ودونج او لا، انما انا شايف ان الزمالك ما فيهوش لعيبة تستحق اللعب الدولي. ده وجهة نظري يعني. الزمالك ما فيهوش لعيب غير فتوح وزيزو، يعني هم اللي يستحقوا يعني انضمام ويلعبوا دولي يعني. يمكن انا نسيت اقول لكم انا عامل استفتاء النهارده على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. الاستفتاء ده يا سيدي بيقول لك ايه؟ هل تتوقع نجاح حسام حسن مع المنتخب؟ يعني نعم او لا، ويقول السبب بتاعك، اكتب لنا السبب بتاعك. نرجع للكلام بتاعنا. فانا شايف اني الزملكاويه زعلوا من حسام، وانا شايف ان مفيش لعيب من الزمالك غير فتوح هو اللي كان يستحق الانضمام. والاهلاويه زعلوا من حسام عشان لعب اللعيبه بتاعه الاهلي النهارده ومهموش ماتش سيمبا، مهموش اي حد. فكل التحيه لحسام حسن اللي لو مشي على كده هيتحارب. الاعلام هيحاربه. تعرفين الاهلي متغلغل في الاعلام، متغلغل في الاعلام بنفوذه وبهيمنته وبسيطرته، توغل في الاعلام. فالاعلام هيقطع حسام. السوشيال ميديا بتاعت الاهلي اليوتيوبرز هيقطعها حسام، وانتم طبعا عارفين هيقطعوه ليه. خدوا التعليمات من جيم جيم، بياخدوا التعليمات السوشيال ميديا او اليوتيوبرز بتوع الاهلي بياخدوا التعليمات من جيم جيم وبيطلعوا يتكلموا بناء على رؤية جيم جيم اللي هو. فهيطلعوا يهاجموا حسام عشان اللي عمله النهاردة، عشان ما سابش اللعيبة ليه الاهلي. ولكن على حسام حسن ان يتحدى الجميع، على حسام حسن ان يظهر العين الحمراء للزمالك والاهلي. اتمنى ده اللي هينجح حسام حسن. لو فضل يتحدى الجميع حسام هينجح.